اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا راي كابتن جهاد جريشه وشفنا فكره توحيد المعايير في التعامل مع الحكم وازاي مصطفى غربال في اكتر من قرار ما كانش في الحاله اللي كان ينتظر منه، حتى وان راى البعض انه ما فيش اخطاء مؤثره على نتيجه المباراه، لكن الكابتن عادل عقل ايضا كان له راي. حكم عايز يقول عايز يخرج نفسه من اي حاجه ممكن تورطه في قرار تحكيمي مؤثر، خاصه ان هو مش واقف على ارض صلبه. هو مش هو ده غربال، يعني هو ده مش ده غربال. انا بس يعني معيار تقدير الاخطاء محتاج يبقى معيار واحد. ما تسالنيش ليه عشان ما اخش في التفاصيل. معيار تقدير الاخطاء معيار لازم معيار واحد. يعني ايه؟ هنا فاول على الابيض يبقى فاول على الاحمر، نفس المعيار. يفاول على الاحمر يفاول على الابيض كده نفس المعيار. معيار تقدير الاخطاء ليه عنده هو اختلف من الشوط الاول للشوط الثاني، لكن كان برضه عنده قلق وهو بيقدر الاخطاء، عنده قلق من الجماهير الموجوده في جامعه الاستاد. يعني الترجي شايفين النهارده بيلعب على ملعبه بيخرج بتعادل سلبي، ما تحسش ان عندهم رغبه في التسجيل، ما عندهمش قدره على الوصول للمرمى. بالتاكيد مباراه العوده هيكون فيها بقى تضييع وقت، برافو عليك. استهلاك للوقت لو والوصول لركلات الترجيح. منتشر يا كابتن احمد ان هم عندهم رضا ماتش يعني بملعبه، ما تحسش ان ماتش النهارده بملعبه. دي فرقه بتلعب ايوه على ملعبه برافو عليك. مهم، عايز يكسب، عايز يجيب ايوه جول، عايز يسهل المهمه لا بالعوده. لا لا ماتش بملعبه، يعني بلن كان طويل قوي النهارده. ماتش في ملعبه. ودايما يا كابتن احمد في النهائيات بنقول ان الشوط الاول هو مباراه الاياب، هو مباراه الذهاب، والشوط الثاني هو مباراه الاياب. وبالتالي انت ما كنت طبعا طبعا الحمد لله طبعا ان هو اتراجع كده، لكن اتراجع النهارده تشعر ان هو سعيد بالنتيجه 0-0، لانه كان بالظبط. وفي العوده برضو الربع ساعه الاخير من عمر المباراه لو حضرتك طبعا متابع جيد كان الاهلي اقرب الى التسجيل. يعني قال الجمله اللي انا حطيتها من ضمن الاسباب، مش عايز يورط نفسه، يعني مش عايز ياخد قرار يستحمل، وخاصه وهو انا من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر صاحب الارض. ايوه فاستسهل انه يضغط على الاهلي شويه. ولكن قال جمله برضو ما قدرتش افهمها منه، ما شرحهاش. قال معاييره اختلفت من الشوط الاول على الشوط الثاني. انت يا شو؟ طيب ربما تفهمها من الكابتن الشناوي، نشوف. النهارده الغربال حسيت كده ان هو شويه متحفظ ضد الاهلي احساسي نفسيا. يعني انا عايز اقول حتى جت في لعبه كانت امام عاشور بياخد الكوره والتاني طلع عمال له دينجرس بلاي حسبه، ما لمس ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش حاجه. يعني انا فاكر الكوره دي الفاول مش فاول. وبعدين يعني بيسمح بالالتحامات على حدود منطقه الجزاء، اي التحام سقوط بيحسب فاول. الاهلي ما بيحسبش. في بقى التعديل اللي انا يعني حته ان الكوره لما ترتد بتبقى هجمه، وكانت فيها تسلل اللي هو الديلي سيجنال، حتى كولر اعترض. ايوه يعني انا عايز اقول لا، يعني طالما ماشيه كده انت ذات نفسك يا حكم تسجل صوتك لما قلت الديلي سيجنال وسبت اللعب يستمر. بالظبط. كونك بقى يعني بقى في هجمه للفرقه ومستحوذ عليها بشكل كويس، يصفر ليه ويرجعها تاني؟ صح صح. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي مش موجوده. وخلي بالك التوصيات في الدفاع بيقول لك خلاص طالما في استحواذ كامل للمدافع الدليل سيجنال مش مهم. أيوه. طالما استحواذ كامل ده كان استحواذ كامل طبعا. فطبعا يعني نقول انما المباراه الثانيه انا بعتبر المباراه الثانيه في مصر هتكون صعبه جدا. صعب. تحكيميا. ايوه. شوف انا هتوقف عند اللعبه اللي اعترض عليها مستر كولر واللي وصفها كابتن شناوي، لانها الحقيقه ما شفناش قبل كده. انك انت تعاقبني عشان تديني اوفسايد وانا استلمت الكوره بعمل هجمه مرتده، يعني وضع غريب جدا غير مسبوق. يعني هل ده من ضمن اللخبطه ولا من ضمن التحفز بقى؟ اصل كابتن شناوي ما كانش هو متحفظ، ده اداله وش. شعرت ان مصطفى غربال متحفز ضد الاهلي، مش متحفظ، متحفز ضد الاهلي. فلم يكن الكابتن شناوي متحفظ في سر رايه هذا الوصف. ما علينا، الموضوع يعني اهو عدى
نتمنى من نادال يبقى ما يكونش له من اسمه نصيب. لا يكون نادال بتاع التنس. طيب